ድሮ አልሐምዱሊላ ልዕሊ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ብታሕዲድ ብመዓልታን ብወርሓን ኣነ ፈልጣ እየ ሓንቲ መዓልቲ እንሻ ላ ሙሳበቃ ክንገብረላ ኢና ስብሓንላ ሰበብ ምን ኣስባብ ኮይና ተጀሚራ ወልላ ልሓምድ ቁርኣን ዳርጋ ኣብ ምፍራቕ ኣለኹም ማለት እዩ ወሃጋ ኒዕማ ከቢራ ጅደን ወነስአ ላ ዘ ወጀል ኣን ዩዲም ዓለይና ኒዕመተሁ እኽዋን ፊላህ ሎም መዓልቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ሓያትናትና ለውጢ ከምፀኣልና ዝኽእል ጉዳይ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ እቲ ዕንዋን እንታይ ድብል ኣثሩ ልኢማን ፊ ልፈርድ ወልሙጅተማዕ ብትግርኛ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ጻማ ናይ ኢማን ጻማ ናይ ኢማን ኣብ ውልቀ ሰባትን ህብረተሰባትን ኣثሩ ልኢማን ፊ ልፈርድ ወልሙጅተማዕ የእኽዋን ዮውም ልቅያማ ምስ ኮነ ደቂ ሰባት ኣብ ክልተኦም ድኽፈሉ ረቡና ዓዘ ወጀል ኣብ ሱረት ሁድ እንታይ ኢሉ ፈሚንሁም ሸቂ ወሰዒድ ክልተ ይኾኑ ማለት እዮም ኣሽቅያ ኣለዉ ሱዓዳ ኣለዉ ንምንታይ እዮም እዚኣቶም ሱዓዳ ኮይኖም እዚኣቶም ከኣሽቅያ ተባሂሎም ዘለዉ ሰበብሁ አልኢማን ብምንታይ ተፈላለዮም ማለት እዮም ብኢማን እዮም ተፈላለዮም ማለት እዮም ላኪን ያዕጀብ አልኢንሳን ምን ሓሊሂ ብአነሁ ያዕሪፉ ከሢራ ምን አዋሚር ላህ ወማዓ ሃዛ ይፈርጥ ላኪን ብዙሕ ኣሎ ኣዋምር ናይ ረቢ ንፈልጦ ክንዲ ምንታይ ኣጅሪ ከም ደለዎ እንዳሰማዕና ከለና እንታይ ኮይና ኢና እንታይ እዩ ሒዙና ክንሰርሖ ዘይንኽእል ዘለና ወከثራ ምን ነዋሂሂ ثማ የንቀሚሱ ፊሃ ክንዲይ ኣሎ ድማ ረብልዓለሚን ዝኸልከሎ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ዝኸልከልዎ እናፈለጥና ከለና ንኣትዎ ኣለና እንታይ እቲ ሙሲባ እንታይ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ከምኡ ውን ንፈልጥ ኢና ሽእሙ ልማዕስያ ማዕስያ ናቱ ኣበሩ ጠንቁ ኸጢር እዩ ኣብ ኣዱንያን ኣብ ኣኼራን መሳኢብ ይደምፃልካ እዚ ኩሉ እንዳፈለጥና ከለና እንታይ እዩ ረኺቡና ዘሎ ፈሃል ሃዛ ሚን ሰበብ ነዚ ስኒ ምኽንያት ይህልዎ ዶ ያእኽዋን ሃዚህ ጠብዓን መስኣላ ጀሊለቱ ልቀድር ቀድ ኸፍየ ዓላ ባዕድና ክሱሰ ምን ኣዱዓት እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ያእኽዋን ዓብዪ ጉዳይ እዩ ካሰተን እቲኦም ሙረቢ እንድኾኑ ኣብ ዳዕዋ ድንቀሳቐስ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይኸውን እዚ ጠንቁ እንታይ ኢና ኮይና ዘለና እዚ ኩሉ እዚ ኣዋምር እንዳፈለጥናስ ዘይንገብሮ ረብልዓለሚን ከልኪሉና ኸ ክንክልከል ዘይንኽእል እንታይ እቲ ፀገምና ኢሉ ሲ ነዚ ንሰባት ኣበራቢርካ ንነፍስና ድማኒ ኣብቲ ኣዋምር ናይ ረቢ ከመይ ጌርና ንበፅሕ ላኪን እንታይ እዩ ኮይኑ ደሎ ይኣኽዋን ሰበብ ናቱ መንሃጅ ናይ ረሱል صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም አለቲ ረባ ኣስሓበሁ ተረክናሃ መንገዲ ናይ ረሱል صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም ኣብ ጉዳይ ናይ ተዕሊም ዝነበረ ልክዕ ከምታ ናይ ረሱል ስለ ዘይከድና ኢና ወህዋ መንሃጅ ነቢ ዓለይ ሰላት ወሰላም እንታይ እዩ ነይሩ እንተ ዳ ኢልና ህወ ተዕሊሙ ልኢማን ኣወለን ቅብለ ተዕሊም ልኣሕካም ሪኢኹማ ቅድሚ ኣሕካም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ምፍላጥ መጀመርያ ክፍለጥ ደለዎ ሰባት ኣፀቢቖም ኣዕሚቖም ክፈልጥዎ ደለዎም ጉዳይ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ኢማን እዩ ላኪን ንሕና እንታይ ጌርና ማለት እዩ ኣወለን ኣሕካም ፈሊጥና ቅድሚ ናይ ኢማን ማለት እዩ እዚ ዓይነት እዚ ኣካይዳ ድማ ኣወለን ኢማን ደእቱ ብድሕሪኡ ድማ ኣሕካም ዘዕልም እተ ደኣ ኮይኑ ሃዛ ሁወ ልዓሊም ኣረባኒ ዓሊም ረባኒ ይበሃል ማለት እዩ ወሊዛሊክ አላሁ ዓዘ ወጀል እንታይ ኢሉ ወላኪን ኩኑ ረባንይን
بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. إذن تاي مالتي تعليم صغار العلم قبل كبارها مالتي درجات تالو ناي علم مالتي. ولذلك كن رأينا تاقودين تاي مخانو مالتي. ولهذا جندب تبهالي صحابي جليل إذي زربازي عب كتاب الإمام البيهقي في شعب الإيمان أبو تقيس والله انتهي بالجندب رضي الله عنه وأرضاه. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان له. نحن نأشتو خلنا مسرسو صلى الله عليه وسلم يبل فتيان حزاورا يلو. حزاورا مالت أي القلام إذا قارب البلوغ نبلوغ زبلغ زي قربه حزاور بهال حجي أبزك زي حزاور كلنا مسرسول عليه الصلاة والسلام يبل رأي وازئة انتهي بل. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. عيله شوف رأيه أول شيء مسرسول صلى الله عليه وسلم إيماننا تعلمنا إله إيمان علمه من النبي عليه الصلاة والسلام. بدحريو قرآن تعلمنا فازددنا إيمانا. تقرآن تايقيرو لنا مالتي إيماننا بدحريو وسيخوي بالمالتي زي أب شعب الإيمان ألوكم ودماني أب رواية ابن ماجه في سننه اللو. فما هي أبواب الإيمان التي كانوا يعلمونها أبناءهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم قبل القرآن؟ انتايتي أنواع ويت أبواب ناي إيمان ادمي قرآن دمهار وزنبورو انت دعيلنا أنواع الإيمان بزحي كمتي أبو هريرة رضي الله عنه أرده انتايبل كاب النبي عليه الصلاة والسلام سمعك ويبل إلوم النبي الإيمان بضع وستون أو سبعون بابلو سبعان قلن وسسان قلن زخون تنافر اللو إيمان أدناها تزتاحت كفلنا إيمان تأ إماتة الأذى عن الطريق وأرفعها تزلى على الدماني قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. هذا في رواية البخاري. إذن يا أخوان أين الحياء من الله؟ أين الوجل من الله؟ أين مراقبة الله؟ شوف حج النبي عليه الصلاة والسلام أول إيمان سلز علمهم زنبورو الحياء إماتة الأذى كل جنافرنا إيمان علمهم سلز نبورو وجلنا رب نيروم فرحنا رب نيروم مالتي. فهذا يدل على أهمية التوحيد وتعظيم الله عز وجل. انبار مجمر يا سب تركيز كقبر الله زلو مجمر يا قدين إيمان قدين توحيد قدين عقيدة. ده توحيد مليون تدع عقيدة تدع مليئو بدحريو أوامر كمتسون كله هين يزخون الكا. ولذلك زربان لنا ستنا عائشة تزاربو عجيب زخونه زوين برواية البخاري له انتهي بلا ستنا عائشة شوفوا التربية خمين يرو حجي تتسأقمنا انتهي كم دلو كتردع تخيل مالتو لأنه حجي أحيانا يا أخي أبوتاتنا كم زين يرو ما أبوتاتنا يبهال كم زي حجي علمي بيزي حوازو له أي نظرين أبتقزي أم بس أعمال نيروهم جبال زخونه فولي زخونة تكبارات نيروم انت نيرا مالتيو إيمان نيرا مالتيو حج انت نقص متئنا له مالتيو انت قودي لنا دلو إيمان قودي لنا مالتيو. ولهذا ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها انت تبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل أول قرآن كورد كله مجمّر يا تزور دسني سور المفصل يتبل طبعا طوال لنا وسط قالوا القرآن كومو دماني المفصل قالوا زي مفصل كاب سورة قاف نتحت زلو مالتيو أبو انتاي زبل قالوا ستنا عايشة انتاي تبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام حجي ذكر ناي جنة ناي جهنم نأحوالنا يوم القيامة كم ترح نيرو تمجمر يا مالتي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا حجي أب إيمان ترح نيرو دا حراين تاي وريدو تبل نزل الحلال والحرام حجي رأي فقهنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر لو مجمر يا خمر تخلو أحكام وريد تزخون خمر كي تستيو تزبها النيرو كن ستي إنا مبولو سبات تبل ولو نزل لا تزنو زينا خي تقربو تزبها الدماني لقالوا نزني خنزني إنا مبولو نيروم لقد نزل بمكة على محمد تبل أمكة نبي رسول عليه الصلاة والسلام زورده وإني لجارية ألعب جناك والعن كلخو ده تسأوت كخلخو سني انت يتبل يذكر يتبل بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر أبصرة قمر دل مالتي إذي مجمر يا وريدو حجنا من تاي مجمر يا ورد دل مالتي ناي إيمان بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده بعد سورة البقرة أحكام زلو سورة النساء كاليقن دحراي آني نبرسول مسكوتكم مستمر عقوم بدحرئي وريدو وتبل مالتي إن نعمة الإيمان يا أخوان كلاتنا نفلتنا عبي نعمة إيمان زد دارق نعمة يلن ما أنعم الله على الإنسان بنعمة أعلى من الإيمان كاب إيمان نلعلي ودسب زتوهابا رزقي زتوهابا نعمة يلا تزلع على تاينيتيا هي الإيمان إنها أكبر من نعمة الرزق والصحة والمتع كاب هفتو زلوكا كاب زخوني يكون نبرز زلوكا لعلو كل تسرع عباي نعمة انتها يا أخوان ونعمة الإيمان ولذلك قال خبتهم أعراب مجئهم سنين برسول صلى الله عليه وسلم كوفي لهم كله ونحن كوني إلهم بزي كي تواقع كاننا كي قدد كاننا دي مسلمنا إنا إلهم تزاربهم مالتهم نحن آميننا بمنتي آميننا لنا يعني سي تواقع كاننا يكون كان ترحب كلنا دعوة سمعنا إنا مجئنا إلهم من بيرهم يمنون عليك أن أسلموا الله عز وجل تايلوم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين رب العالمين إيمان هبكم دلو نعود أرأيو مش نسحاتكم كمزن دابلكم تدقبركم وصرحوا رب العالمين هبكم زلو تزلع على نعمة نعوز كرو تباهلهم إذن أعلى شيء رب العالمين ذهب كان تاين ترى تباهلو هو الإيمان والإيمان هو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إيمان مالته ترر زخون النق زيب بوجود نير بتأمن مالته بربوبية نير بتأمن زخون تخون تبرر ديا تنكسقس ديا أنزنكسقس وزلقو ديو كل بنايمانيو ملك نير بيو وبالألوهية كل عبادة زجبر دما بجك كان رب تزي كونه كالي كل باطل لا إله إلا الله كون انت مالتها لا معبود في الوجود بحق إلا الله كل عباداتات زجبر زلقني باطل وأيضا تؤمن بأسماء الله وصفاته أسماءنا يا ربي صفاتنا يا رب خاني تأمل انت الأجيرك تدبر انت الأجيرك هذا عالم آخر إذا كل زي دحازه إيو إيمان كبهال كله مالتيو واستحقاق وحده العبادة بحق عبادة زقبو الله سبحانه وتعالى يمبال واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك الإنسان إذا عينة زي أبلب تداءات تداء سريتو شعو أبدك سبات مراقبة بزو حيد لي كانوا محلو قال حيد لي كانوا لأنه سريت إيزولو خلاص آتي إيزولو كمزي سيدنا عمر كمزي دبها الليت ندخل دخلو تسبخ داقبرت كلا تسبيت انتاك تحوس دليا ما يكتحوس دليا حجي تقوالا انتاك تبلا مالتي وما يدى اي تحوسي عمر وكوني اي تحوسو ما يلونا ايو تبلا مالتي حجي سيدنا عمر مراقبة يعني بوليوم دلو دحرين انتاك تبلا ولكن عمر لا يرانا إلا تا عمر ما بيكير إنا يحجي ليت اللي دلو لكن يرانا رب عمر إلا تا رب عمر إنا له حجي انتهي مالتي
بغط تانتاي دغبركا يغير حياتك لكن تاي بحق انت داعاتيو قبل بي مالتيو ازي كومو دمانيو ان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مخانوم وقبول جميع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه وعن دين الاسلام كل نبي عليه الصلاه والسلام حيزو مودموصو حرايل كمقبال ولا نفسخه دستبلا ايتبلا حرايل كطرحه تخيد مالتيو ازيتي ايمان كامل دبهال مالتيو والطاعه المطلقه لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم مطلق دخونه ما تقدم الراي رؤيتها زياده ام خمي ادا زياده ام عقل كلي سما ما ايتبلني خا تتهم عقلك تداديت دهداديت سما معوا مس عقل خا انتيتبل عقلي طعي يكونني يزلي اخا تبل شرعي تخكل تبل كمزي مسبح كايتي درجه الايمان قوه الايمان كتوضحو تخيل مالتي ولذلك يا اخوان قيمه الانسان كبرتنا يودسب بمنتاي انت دايلكا بايماني مقامنا يودسب بمنتاي يفلت بايماني ولهذا اهل الايمان هم اكرم الخلق الى الله تم زبلط بلوص فطور زبال فطرات ببعينتي يوم زلو بالدنيا ككل بلوص فطور من انت دايلكا ايمان دلو ايمان دي بلو تخوينو دماني تزبا اس مخلوق ولذلك بسوره البينة ربنا عز وجل تايلو أولئك هم شر البريات بل إن الذين كفروا من أهل الكتاب أيوة أولئك هم شر البريا شر البريا أنت مالتي شر المخلوقات مالتك أنت مؤمنين كان أولئك هم خير البريات بهلهم إذن مقامنا يودس درجانا يودس قيمانا يودس بمن تأيز خون دلو مالتي بإيمان ولذلك ربنا عز وجل بسورة الحجرات انتايلو إن أكرمكم عند الله أتقاكم مسؤولة درجات تبقى المربي مالتي إذن هذه الدنيا كل نريد أزلنا ميزان نيربي كبرت زلو قيمة زلو من انت الأتباهلو باع الإيمان ومما يدل على ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبرت نيودي سبسني بقداماوي ترئيتو خمزي كوني بمنتاي دمزن عبق المربي بحيزوز اللو وشتاوي النوتو يدر عبق المربي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لما بحديث حسن صححه الألباني كملم أشعث أغبر ذي التمرين لا يؤبه به كندي قالو يعني خطري اخ اللي خاسني صغرو قصرصر دبله دي تمشطه زيت امراي مالت يعني نصلان اذا فوت ان طرح دلاته يعني سب زح كل حدا يبلو مالتيو كندي قالو خمزي يلو النبي عليه الصلاه والسلام لو اقسم على الله لابره لهم لكن قيماناته لو نربي محيلو خمزه تكون على تزبل الله سبحانه وتعالى يفتصمه له يتكبره له مالتيو هذا هو قيمة الإنسان ولذلك يا أخوان نحن زلنا نعمة نحن زلنا كونتات كل شيء يجب علينا أن نستشعر إذا زلنا تمت سجد كان مغرب كنت تريفوا له العشاء والله جينا عاد الحج قريبا لا كم زيل كان معلق مسلات كتكون هذا أكبر نعمة كابزين العلي اللن ولذلك حديث له عن النبي عليه الصلاة والسلام قيمة نايسب كل شيء مزهرنا تخرئي كم زي بلنا بمنتايك المزينا لنا بإيمانون بتحستون نايوشتون ترح كم زي بالمالتي انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في رواية البخاري ومسلم قال له انتهي لهم نايوم القيامة شوف درجة نايسب إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لهم يوم القيامة مسكولي كندم انتهي دخون سمين لهم عظيم كندم انتهي دخون كورس خطري أخل لخاي لهم النبي عليه الصلاة والسلام يمتز أمني لا يزن عند الله جناح بعودة لهم جناح بعودة كند قل قل لنا يتأنتوا دين الزين لهم قيمة ذي بلو لكن كومو حجي بو الدنيا أخر رأي كله بوا سن قلبوتون قل مليز بهال لكن حجي انذر بنا يربي ميزان يوم القيامة خون كله لا يوزن جناح بعودة وقال انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
كافر تخوينه كحادي تخوينه قيمة يبلون أي مزنني ولا حنتي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن عظمة المؤمن يا أخوان إيمان دلو سب ربي إسعفته بنا وغتي كن رئينا درجة ناي إيمان ولا تنأس كن نمتاي قيمة خمز الله. ولذلك قيمة ناي بعل إيمان سن كبت زقرم كبت عجيب زخونة أعظم مخلوق رب سبحانه وتعالى زخلقه قزفته زعبه بل أثقل في الميزان تزعبه ميزان أبو الدنيا انتهي انت لألك عرشي. ولذلك كابتن أذكارنا السبح والمساء انتهي نبل وزينة عرشي سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشي يعني ميزاننا تزعبه. لكن رأي انتهي لربنا عز وجل قيمة نيسب إيمان الذين يحملون العرش ومن حوله زي أبصرة انتهي الله أبصرة غافر الله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله أكبر فلي الزخون ملائكة ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم بلو. الله أكبر. إذن يا أخوان قيمة الإنسان بمنتهى انت لألك بإيمان وإمالته. لكن يا أخوان لابد زي إيمان زي انتهى نقبر لنا مراعاة كنقبر لنا كل زي خنقوة أطار لنا سلفنا السالع كم يكم زنبرو كرئينا مخنياتو زي إيمان زي انتهى كبي بليو كم دماني يقدل يزيد وينقص. الإيمان بلو أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. ولذلك ربنا عز وجل انتهيلو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إيمانهم حفي بال. إذن تيرد أنا مالتي إيمان حفكم دبل مالتي ناي منافقين إيمان ناتاتهم ولحنت أي قدسلون يمنيرهم صفة ناي منافقين بإيمان يعني تقداسنا تاين بورومن. بل أب سورة التوبة ربنا عز وجل بزعباته منافقين تايلو سني وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. شوف قرآن كورد كله قرآن كسمع خلو سني تم منافقين تايبلو أيكم زادته هذه إيمانا يبلو ربنا عز وجل تايلو بزعباته مؤمنين كني فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قرآن كسم خلو مؤمنين إيمان ومسخ تم منافقين لكن والحنتي أي وسخني مالتي. إذا نزين تيرد أنا مالتي إذا إيمان إذا كبيبل كمدماني يقدلي درجات تعلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث صحيح تايلهم حديث أبي سعيد الخدري بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليها وعليهم خمس لهم تكيسن كل خسني إلهم النبي عليه الصلاة والسلام سبات يحلفون يروم يريئهم نيره يحلفوا يريئين يريلهم انتهي تخدينهم لهم خمس. خمس مالت جمع قميص مالت زي خمزي بالعال زخدن كم انتهي بهال خمس بهال يخبت حد الشمو حجي انتهي تخدينهم دلو قميص تخدينهم لهم منها ما يبلغ الثدي قميص حجي بمتاح تخدونه بالعلمش اتخدانهم قليهم سني امنتاي تبتصح لهم ابثدي ابزا افلبهم راح تبتصح ومنها ما دون ذلك قليهم دماني ابو اندي تبتصح حلا وي دماني قرب تحلف. وعورد علي عمر بن الخطاب كابتم زحلف زنورو عمر بن الخطاب رئيه لهم وعليه قميص يجره قميص نهي عمر بن الخطاب تي كدانهم دا قوتتو يخدو نيروم حجي قالوا صحابة انتهي لهمه فما أولت ذلك انتهي الكافسير كيا رسول الله انتهي تأويل ناتا مسبولهم قال الدين لهم أي الإيمان هذه أب رواية البخاري لهم مالتي إيمان. إذن إيمان انتهي مالتي درجات تالهم مالتي. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان ميزا ناتنا ناتهم انتهي تفللينا انت دائلك كل قزي قصص روما من تاي نيرا مالتي أب إيمانيا لأنه نسيت موتر دحركك مالتي
نسو كويتي دب يعني تسيتيا بالكامايت انيكا بشباك كفيت كحجي تدربيا مالتي اماطه الاذى حنت خاف كستيامش لكن خلاص يلني مالتي تدحرك تموتور يلن مالتي قلعت ندحري ماكينه عايز كتخيل لها دربيو خاتبلو ابي غوري بابا ولا تهيلو كدربيو هذا اماطه الاذى عن الطريق هذا كاب كفلنا ايمان تاريخه تدربيا نقا مالتي ولذلك صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كل زربهم كل احوالناتهم امنتاي نيرون تدايلكا ابغداي ني ايماني نيرو ولذلك امام البخاري رحمه الله عليه انتايبل قال معاذ بن جبل معاذ بن جبل سني كم زيلو انتايلو اجلس بنا نؤمن ساعي بالنيرو انا شو هي كف نبلسك بحنسا ايماننا خنوسخي بالمالتي وروى البيهقي في شعب الايمان زي شعب الايمان كتاب مهم جدا يا اخوان بزعبا زنزاربو زلنا بزعبا خنتات ناتو يد الزارب اب شعب الايمان من طريق عطاء ابن ياسر انتايلو ابن رواحه حد معلتن حد عارك انتايبلو تعالي لو حتى نؤمن ساعه نعسك حنسب نؤمن لو نؤمن ساعه لو اولس نبي مؤمنين لو مؤمنين دي كنان لو قال بلى ولكن نذكر الله فنزداد ايمانا لو نرب من ذكر ايماننا دماني يوسخ له ولذلك ابن رجب رحمه الله عليه بزح ذكرهم طبعا حياه ناي صحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول لاصحابه هلموا يبلم نعن تاكب يبلم نزداد ايمانا فيذكرون الله نزداد ايمانا لكم خلي يكون حجي زها خرو مالتهم شعو ايمانهم يوسخ هذا هو يا اخوان ندحر كم زي كوينا ندحر دا قران دي تقر بزعبا ايمان كدي تبلت كوينكا لا يستقرب تحالناتنا ندخف اخي تحالناتنا انتي كنتينا نخون دلنا خنبل كلنا انتي مالتي مرعات يلنا بايمان مالتي ممكن ايمان كتحتي يريد له مالتي دخون نجر نيشتي نجر يشاقلك مالتي لانه انتي كوين له ايمان غدي له مالتي ولذلك تفلتوا اخو حديث ابو صحيح مسلم دولو حنظله حنظلة زي كابتوم كتاب وحي ناي رسول صلى الله عليه وسلم زنبري سيدنا أبو بكر يعني رخيب أمم من قدي كمين لخا إلى أمه كيف أصبحت كيف حالك مسؤولوه انت يلوم شوف قدام قدام إيمان ترحم دزاره وسيد الشاق لهم والله يلوم نافق حنظلة يلوم حنظلة داني منافق كويني يلوم تأخذ فلد الله يلوم سنبيدو حجي يلوم يا أبا بكر يلوم مس رسول صلى الله عليه وسلم كنكون كلنا كف كنبل كلنا بزعبا جنة بزعبا نار كزاربون كله إيماننا حفي بل كاب رسول مسكدنا دماني أبغزا مسكدنا مسكولعوت مسنستنا دماني إيماننا يقدل تحتي خيدا له إزي بزي أنا نافق عدب الدوله أو بكري له زي أنا ما كلتنا عندها تقات منا له كم زي عجي أم مجلس العلم تفسير القرآن قلق سمع كلها كيف يزداد إيمانك إزي أنا له كلتنا تسمعنا أبلنا عنا يلوم نعم من كيدهم نعم رسول عليه الصلاة والسلام كيدهم مالتهم مسكودو لكا كم تدبولو حنزلاء نرسول عليه الصلاة والسلام نجيروهم سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم والذي نفسي بيده لهم يعني برب محيلهم إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم لهم أمن قدن أبدك إسكم كلهم ملائكة سلام مبالغهم نيرهم يلومهم ولكن يلومه يا حنظلة ساعة وساعة يلومه سلستك زي ساعة وساعة ساعة وساعة يلومهم مالتهم إذن يا أخوان إيماننا كل جزي كنو قواز أطرود لنا مالتهم ولهذا ابن رجب رحمة الله عليه بعل ابن رجب ابن القيب ابن تيمية كتب ناتاتهم تداري خير كله يدور أبز قدائي زي أبدر إنيرهم مالتهم ولذلك ابن رجب انتهيلو الإيمان له له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم له إيمان طعم مقرة على ويله بمنتهي بس تستمع قرات طعم مقرة بالبخاء خيله بالبخاء لأنه مقبي بمنتهي تستمع قريله بملحسك بأفكا تستمع قريله دحار انتهي بل فإن الإيمان بل هو غذاء القلوب له مقبي
ناي لبي إيماني. فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان. مقبل دستين نمن يدلدلو مالتي نأكلاتك يدلدلو كمو دماني نلبخا، لأنه لبي أمنت إيمان أمنت يدلو أبقلبي التقوىها هنا التقوىها هنا التقوىها هنا يلوم النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى قلبه. ولذلك انتبه، فكذلك الإيمان إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من مرض الأهواء المدلة والشهوات المحرمة. لكن طعمنا إيمان مقرتنا إيمان مع سي تستمع قريلو انت كاب شهوات كاب أهواء نت أنت أخوينك حجي شعيخة تستمع قرونا إيمان له، لأنه نحن كمينا تركيبناتنا ربنا عز وجل خلقنا كله كل تمادة اندلوا الروح والجسد اندلوا بزينا تخلقنا مالتي تا روح مسوتتي انت مويتو نبلو مالتي الروح لا تفنى ديفنيا أربعة حمشت لو قد محجي ذكرنا مثلني كباتن حنت روح مالتي اذا روح والجسد اناتنا تركيب دما مالتي حجي مويتو مسبلنا انت خوينو مالتي انفصلت الروح عن الجسد تا روحها كيداد لا شعور تخيد ابتن مستن مؤمن تخيرا مستن مؤمنين تحوس مالتي انت دعا نسال الله السلامه والعافيه دماني مؤمنات زي كوينا دماني مستم قالوا تحوس مالتي. ولذلك بخوم يوم تن ارواحي اكبا مش ابغلغل كتب تايلهم مسموت حادثب يحط يخيد مستم مؤمنين يراقب حجي مستراخبه مست روحون دي خيدا مستم مؤمنين كيدا حجي يحطوا بعل قال خي بعل كستو قال يحطوا كل نجر قال خبلو حجي قال قال اني قدمي قدمي قد ما عمتن قال نكون موتون دي بلو حجي يحزنوا تخوينو محزينو بارك قدمي دحر موتو سي تروح نبانا يمصتن اكالي كيدا لا مالتيو. والله يا اخوان نحنا ضعيفين هنا والحتي بلنان بس ابي اهتمام كنقبري قبانا زياده اب ابتا نباريت زخنت ابزا روح زيا حجي. ولذلك ربنا عز وجل قيما ناي سبا من تايدلو اب تروح يدلو مالتيو ان ادم مسخلق انت يلو اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ها ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين تباهلو حجي تروح تقند زلا تقيما زلوا مالتيو. ولذلك أنبياء كلهم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام انت يسرحناتهم نيرو انت دائلك ينادون للإيمان هلموا إلى الإيمان نعونا بإيمان لهم يمدسوا عنيرهم مالتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان ويراقبهم فيه في أصوله وفروعه. إيمان أصول الله إيمان فروع الله أصول تنفلت أنين أركان الإيمان مالتهم. إذن أركان الإيمان كلهم أنبياء كاب بنا آدم جميركا كساب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتغيرني نساء أصول الإيمان كالي شرائع أنبياء زفالة له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سواء أبزا أصول يكون أبزا شدشته كمود ماني أبتفرع ستون أو سبعون شعبة دولو نابو يوم متأوي عد قبرني رم مالتهم. ولهذا تم مؤمنين تايجرهم مالتهم استجابوا لنداء الله عز وجل لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا عز وجل في سورة آل عمران انتهيلو ربنا تم مؤمنين زبولو مالتهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أي إنهم يقولون على سبيل الضراعة والخضوع تحت الناقير من ربي رؤسهم أدنينهم انت يبلو له يا ربنا يلوم سمعنا مناديا ينادي أي داعيا إلى الإيمان ناب إيمان دسوع سمعنا وهو محمد عليه الصلاة والسلام فاستجبنا لدعوته تأويعنا حدو قيتان له خالق السماوات والأرض جزاء زبهالان له كتو سئيخم روحكم كتملسيا أموقف دبهالان له كل ذي تأويعنا فآمنا حرائلنا تقبلنا لنا فاستجبنا لدعوته وآمنا بما دعانا إليه بدون تردد بذي حدا مترتر حرائلنا تقبلنا يؤال لنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. انتهي بلو علماء ينادي خبهالن كله المنادات والمناجات يختلف مناجات كسل كاتزاربو. ولذلك مش صحابة لهم نرسل عليه الصلاة والسلام
ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه لهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب رب العالمين قربا مخانو نجيرو حجي النبي عليه الصلاة والسلام حريص كم دنبورو بعبي دمسيت وعخبز نبورو ربنا إننا سمعنا مناديا كبل كله منادات يوم يقبروني رم مالتهم على كمال اعتنائه بشأن دعوته فآمنا إلهم حجي آمنا إلهم حجي مطلبناتهم آمينهم مش انت يمزيد اللي دلو ومطلبهم أن تغفر لنا ذنوبنا تغفر لنا مالت كشفنا لنا مالتكو تازم بيتخيدنكو مغفرة مالت تشفينا مالتكو ذنب قبرك يا رب العالمين تجاوز عنك غفر لك مالت غطى عنك مالت حج انت يبلو أن تغفر لنا ذنوبنا أبي أن تسترها وتعفو عنها وأن تكفر عنا سيئاتنا تكفر مالت دماني تزيلها مالتكو كتلقس لنا كتمحوه مالتكو وأن تحشرنا مع الأبرار مستم مؤمنين زخونو مسأتهم كتحوسنا أخان دلي دحري ريخاتي هدفناتهم تعابي أقداسناتهم تي دشاغلولو نايقوداي موتس لزخوني انتاي لهم مالتهم وتوفنا مع الأبرار حجي ناي إيمان ترحي كونن دماني حجي دمان تاي شاغلو مالو ناي موت دماني شاغلو مالو مخنياتون تاي شاغلكا مالتو أبيناي كخت موتيخا لأنه يبعثو كل عبد على ما مات عليه حجي أمينا لنا إلهم تحقوا يزوم يا رب أبتاد تتقوعت أتينا لنا لكن حجي دمان تاي تشاقلوا مع الله موت دماني موت دمان من تاي كتموت لك وتوفنا مع الأبرار لأنه كاب أبرار كاب دائرة الأبرار وإخان تموت كادماني خسير كامالتي ولذلك نسا دماني أشاقلاتهم وتوفنا مع الأبرار لهم طبعا الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل تتقوعهم حراي لهم اليوم ربنا عز وجل دماني رأيه أكرم الأكرمين أب سورة الأعراف انتهيلو ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تبعيلو ونودوا تتقوعي تخبيرهم أبو الدنيا أب أخيرا دماني ونودوا تتقوعي عم دماني مالاتهم ولذلك أبي سعيد الخدري أب صحيح مسلم قالو انتهيلو يوم القيامة مسكوني سب جنة جنة مسأتو إتوم تأوعيت تتأوعوا دي سمعوا سب إيمان ترح تتأوعوا دي سمعوا تأوعي الدماني يسأوعوا مالاتهم أبو الدنيا حرائي لهم سميعا ما تقبلوا ماندهم يوم القيامة دماني انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام ينادي منادي تأوعي يسأوع مالاتهم إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا تأوعي تخبركم عندكم حجي تأوعي يسأوعهم بولوا نسخاتكم حجي تأتوا دلهم عدي إذا جنازي بهال انتي دلو ينيت عنا ايو ان تصحوا فلا تسقموا ابدا كتمت اطرح بركيه بالله قلني بالله متقعي بالله تصحوا ابدا حمام دبهال دي يقولوا يعني تعنا اطرح دمولو ابيهم كتنبروا تباهيلهم يصوا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وحيانا لكم نعمه انت دالو دماني منقصي انتي جبر الكائن تدا موتالو يقدو لي مالتي لكن ابشروا اذا تريوا زلهم اذا نعمات تزيد مالي زغد لا يكونن موت سبحال يلن موت يركبكم منو موت تودي يبحالو مالتي اذا ونود ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ولذلك يا اخوان الجزاء من جنس العمل كم تاد سرحوا دماني ربنا عز وجل تصوعي دصوع دماني غير لهم تصوعي تاب الدنيا سلا زخبروا مالتي يا اخوان الإيمان نور يغذفه الله في قلوب من يشاء من عباده إذي إيمان إذي دليت ووبتون أي ربي والله الله عز وجل كمارس أكان دحر ديليو زعد لك أيو ولذلك تم قدامو الزنبورو استشعار ناتاتهم أب إيمان اندينيرو ذكرنا يرنا نخوون دعا خقبر كلوس نتايلو دعا غيرو يا ربي لو رزقتنا الإيمان ونحن لم نسألك ولا تحرمنا الجنة ونحن نسألك يعني كي لمن كي رب العالمين سي عبيه يا بيه عدلك هذا له ولذلك إيمان عبي عبي تو رب سبحانه وتعالى زعدلو نبارتو مروز أزخونو وهبتونا يا ربيو ولذلك إيمان انتأي نوريو والكفر دماني ظلاميو سلماتيو عورتيو أبو الدنيا خلقها عورة انتائيو عورة
ናይ ኢማን እዩ ኢማን ዘይብሉ እንተኮይኑ ዕውር እዩ ትሪኦ ኣለኻ እንዲኻ ከመይ ብሉ ሪኦ እንደደለኩ ኢካ ትብል እወ ላኪን ብርሃን ናይ ምንታይ ኣላ ብርሃን ናይ ልብላ ዑረት ናይ ልብላ ማለት እዩ ኑር እዩ ዚ ኢማን ወሊዛሊክ ረቡና ዘ ወጀል እንታይ ኢሉ ኣብ ሱረት ልበቀራ ኣላሁ ወልዩ ለذነ ኣመኑ ይኽርጅሁም ምና ኣظሉማት ኢሎ ኑር ሹፍ ኣስተባህሉላ ظሉማት ኢልዋ እታ ኑር ላኪን ሓንቲ እያ ሊኣኑ ጸላም ብብ ዓይነት እዩ ደሎ ላኪን እታ ኢማን ሓንቲ እያ ማለት እዩ ኣላሁ ወልዩ ለذነ ኣመኑ ይኽርጅሁም ምና ኣظሉማት ኢለ ኑር ዓክስ ናቶም ከኒ ወለذነ ከፈሩ ኣውልያእሁም ጣغት ይኽርጁነሁም ምና ኣኑር ኢለ ኣظሉማት ወሊዛሊክ ኣኽዋን ምን ኣህሊ ልኢማን ክትከውን ከለኻ ሃذ ኣክበር ኒዕማ እንታይ ትውንን እንታይ ኣለካ ንስኻ እዚ እንታይ ጌርካ እንታይ ቂማ ኣለካ ንድሕልልካ ኣነ አልሓምዱልላህ ረቢ ድኣ ይሰብተኒ እምበር ሓሙሽተ ወቕተ ይሰግድ ኣለኹ ኣብ ኢማን ኣለኹ ኣንታ ናጅሕ ነጃሕ እዚ እዩ ማለት እዩ ወሊዛሊክ ኢማን እዚ ኢማን እዚ ኣኽዋን እዚ ንዛረበሉ ዘለና ጠብዓ ሰብ ኢማን ተደዛረብዎ እዚ ሕጂ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ቂማናቱ ስለ ዝፈልጥዎ ኣብ ልብና ምበፅሐ ነይሩ ሓቂቀተን ኢማን እንተደኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ልቢ እንተደኣ በፂሑ إذا خالط بشاشته القلوب فلا يمكن للعبد أن يتخلى عن دينه أو أن يرتد مهما كانت الأسباب انت دا إذا إيمان زي أب حق انت دا أنا بلب انت دا تنكفى مهما يكون زخون يكون زغما زخون يكون شجرات انت متسي كبزا إيمان زي كوتس أي كلني خلاص أخي لو بس انت تكون الله تخالط بشاشته القلوب لك عب لبي كتبتسح كتوقع الله مالت ولذلك ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ ዓንሁ ኣርዳ ተሓቲቶም ዓብዪ ፀገም ዓብዪ ሽግር እዮም ረኺቦም ኣብ መካ ኣብቲ ሳሕራ ብርቱዕ ሃሩር ደለዎ ኣብኡ ኣደቂሶም እሞ እምኒ ኣምፂኦም ኣሰኪሞሞ እዚ ኩሉ ዝኽሳቀይ እንከሎ ወላ ሓንቲ ግዜ ኸማን ጥራዕ እንታይ ይብል ነይሩ ኣሓዱን ኣሓድ ግ ሕጂ ሓቲቶምሞ እንታይ ኢሎሞ ያ ቢላል ኢሎሞ ከይፈ ሰበርታ ያ ቢላል ኢሎሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ እዚ ኩሉ ዝሰብርስ ከመይ ጌርካ ኢሎሞ ሹፍ ዓጂብ ኩሉ ትዘረብኦም ኩሉ እቲ ኣሕዋልናቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ኢማን ጥራሕ እዮም እንታይ ኢልዎም መዘጅቱ ኢልዎም መዘጅቱ ሓላወት ልኢማን ብመራረት ልዓዛብ ኢልዎም ፈጠቐት ሓላወት ልኢማን ዓላ መራረት ልዓዛብ ፈሰበርቱ ኢልዎም ርኢኻ ክልቲኡ መፂኡ ኢልዎም ዓዛብ መፂኡ ከቢድ ዓዛብ መፂኡ ኢማን ድማኒ ኣሎ ሕጂ ምስቲ ምስቲ ዓዛብ ምስኡ ምስቲ ሓዋወሰ ፈጠቓ ኣየናይ ዓብሊሉ ማለት እዩ ኢማን ዓብሊሉ ምክንያቱ ኢማን ዝዋዳዶሮ የለን ፈሰበርቱ ኢልዎም ሰብሪ ገይረ ኢልዎም ወሊዛሊክ እንተ ደኣ ኢማን ነስኣ ላ ዘ ወጀል ኣን ይርዝቀነ ልኢማን እቲ ሓቂ ኢማን ረቢ ይሃበና ኣብ ልቢ እንተ ደኣትዩ የስንዓል ዓጃኢብ ሰሓበት ነቢዩ ስለ ላ ለ ሰለም እንታይ እዮም ነይሮም እቶም ቀይሩ ሙስሊሚን ክቐርእዎ ከለዉ ይተዓጀቡ እንታይ እዮም ነይሮም እዮም ድብሉ ጠብዓ ቀይሩ ሙስሊሚን ተኣሙል ዘለዎ ገይሮም እዮም ድርእዎ ነዚ ዲን ልእስላም ክቐርእዎ ከለዉ ብብሓንቲ ንሕና ሙምኪን ቁርኣን ክትሓፍዝ ከለኻ ሰለስተ ግዜ ዶ ትደግማ ዶኒ ኣብያትኒ እዚኣስ ትብል ከምኡ ይኮነን 20 ግዜ 30 ግዜ 40 ግዜ 50 ግዜ 60 ግዜ ትደግሞ ሽዑ ክሕፈዝ እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ዲንናትና ከምኡ ገብርዎ ንሳቶም እቶም ዓዳ ልእስላም ይደጋግሞ ይደጋግሞ ዓረፉ ቂመት ልእስላም ፈሊጦሞ በሲ ኢሎም እንታይ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢሎም ላኪን እቲ ኢማን ገለገለ ኣለዉ ምስ ቀርዎ ምስ ቀርዎ ተሓወሉ ዓዳዋ ገይሮም ነዚ ዲን ልእስላም ክቃለስዎ ኢሎም ምስ ቀርእዎ ሕጂ እንታይ ገይሮም ማለት እዮም ሓወሎም ልልኢማን ናብ ኢማን ቀይርዎም እቶም ዘይተሓወሉ ድማ የስተቕርቡ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ይብሉ ኣኑ መቐረት ናይ ኢማን ኣይፈለጥዋን ማለት እዮም ላኪን እቶም መቐረት ናይ ኢማን ድፈልጡ ቂማ ናይ ኢማን እንታይ ምዃኑ ድፈለጥዎ ግን ማየትዓጀቡን ሓደ ካብኣቶም ሂረቅል ኣብ ግዜ ረሱል صለ ላሁ ዓለ ወሰለም እንታይ ይብል ሂረቅል ረኺብዎም ጠብዓ ሰሓበት ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ብመንገዲ ይሓልፉ ነይሮም ሕጂ እንዳሓለፉ ከለዉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ልክዕ በቲ ቦታት እንዳሓለፉ ከሎ ብወገን ናይ ሻም ማለት እዩ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ናብ ሙሉክ ደብዳቤ ይፅሕፉ ነይሮም ናብ ሙሉክ ደብዳቤ እንዳፀሓፉ ናብ ሂረቅል ተላኢኻ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ደብዳቤ ዝልእክዎ ዝነበሩ ትፈልጡ ኢኹም
من محمد بن عبد الله نبتدلو كلو هرقل تراخوينو إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين أدعوك إلى الإسلام دبل دبدابي مج وحجي يقرأتا دبدابي أقات أم خوينو صحابة ديكونو دك مكة بتبوتاتي بتخبابي يحلفوني روم حجي انت حالفو خلو إذا دبدابي مسمت أتو تقريمو رئيوة من هلو بزخبابي زي كاب مكة كاب دك مكة عبد الخباب قال له ده هو بلو أجد أم خوينه بزن قادو ده حلف له قال له بلوت أو عليهم يبلون تاي ترخيبو دبدابة كاب مكة كاب مدينة كاب محمد متأتين اللاموني دمبو كله بزعبوك حتهم دليل له حجي عم بيبوايو طبعا حجي كابتي زحتهم زنبرة بزوج حتى تحتي توم بزوج حتى تو كابتي زحتهم حدا تاي لهم تا مربط الفرس تدلينا مالتيو من تن كان حصر بزوج قديات على نحن الزارب وزلنا حنت انتي حتى توم هل نا محمد مسأته نبتدينه سني دملس هاللودو هل يرتد إلو حتيتو طبعا عجيب تمعن يدقبرو زم غير المسلمين طبعا السوق كتابتنا يكأدم كأريون يريو حجي انتايلو أبو سفيان يدملس أبو سفيان دم ابتقزيتي أي مسلم النيرو إلو كابانا نابو خيدو مسلمو شهادة غيرو دملس يلاني لو حتى توم نيروين وقك تواجيكم دوت فولت وتواجينا كمين نيرو توج كل هذا زيدو سوري يشنفكم ولا سكم تشنفوا والله لو الحرب سجال لو حنساب نعوته لو حنساب دماني عوته لنا بل لو حج كمل اسم كله انتهي لو حتى تكا تعوته لو دو ولا يعوته لكم مسبولكوا حنساب نسو حنساب نحنا عيلكا كم يوم أنبياء إلوه أنبياء حساب يشنفوا حسابين يشنفوا لأنه صراع بين الحق والباطل يا أخوان أب مناظرة تخينو أب حجة تخينو لا يمكن في التاريخ كبرسول صلى الله عليه وسلم جميل كحساب زي حج جزية زلنا أب مناظرة ترى متيخة أهل الحق يوم زن تصروا مالتهم لأنه زوادا دوريلن أما أبو جو تخينو أب قتال تخينو جن أحياناً وأحياناً قالوا لأنه ترى أقول لك زي عود كوينو ولا توم إيمان دي دليوين عود لا تمن كتسأل أقول لك زي ختلا إيمانته لكن منتخ من ماي حساب يعوته له حساب دماني يعوته مالتهم قال أي تحط زحات الكوخة مش مسلم خا يوم الله سودو إلكا لا إلكاني دم اللس كاب إيمان يلا نيلكاني حجنت هيلو فكذلك الإيمان يلو إذا خالطت بشاشته القلوب يلو كم يم بأري إيمان يلو إيمان عن سبب لبن تدعاتيا كم يلو دم اللس نجر يلا نيلو ولذلك إذا إيمان إذا أخوان بحق إيه تدعى قبل لبن تدعاتيو يصنع العجائب ولهذا تفلتيكم سحرة فرعون مس فرعون كوينهم تداليهم مزيهم نسيدنا موسى كغلبوا وكسعروا مالتهم حجي كليتهم أبحده بوتأم دلو سحرة زي كبهل زي كأل سحر حزم مزيهم كله أوريدهم مالتهم انت أم دبلون فرعون إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين لهم وانت هرد أتعاوت ناسني كتبنا ديخا دوها بالك هادي يبلون يرم هو أجهم راح أسعروا بري إذن هالكو وميلوهم حجي سيدنا موسى تعساناته مسدربيا نخلو مسجرسته فلتيهم سحر تاي مخانو سحر خمدي كونه ناي موسى عليه السلام فليتهم حجي انتاي كوينا إيمان مجي مالتيو ككاتعويلهم كسعرويلهم دموتهم مسرأيو حق مسرأيو آمنا برب موسى إلهم خلاص آمنا إلهم حجي آمنا مسبولو بل فخروا سجدا كلاتهم كو سجود جيرم فخروا ساجدين له سجود جيرم خلاص اعترفوا بالإيمان مؤمنين كوينهم حجي فرعون من لكم تأمنوا أنا خايف كلكم سني بدي فقدنا تي تأمنوا بولوا لهم انت دعا تملسوا خوينكم تملسوا زي تملسوا تخوينكم جن لو قطع عنكم لهم كقرارتكم لهم من خلاف انت مالتو من خلاف يمانا ايدكم متسقا ما يقرخوا من دا قبركو كقرارتكم لهم حجي رأيت إيمان حساب مسأته عجيب انت لهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لهم فقضي
ما أنت قادي لهم أنت هاد قبر كت قتل دي هذا اللي هذا لها دلائك هقبري لهم خشوف عجي انتي متي أمالتي إيمان متي تغيروا أحوالهم تمالي تمالي انتي بلنيرهم نيب الدنيا تقمدي لهم انت رأسي عرنايو كتبنا دي خاي تبنا نابو مفاوضات قبر نيرهم حجي نعو حالفهم سيقيرهم نيب الدنيا نعيقهم انت أخذ قتل كوينكا دلائك هقبري لهم انتي لهم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا السخاكو كتعنول تخوينكا كتبرسلنا تخوينكا وكتكبر تخوينكا سني نزال الدنيا زي آخا كتفانولنا يلمو لكن نحنا نتقوم تزلنا ني آخي رأينا يلمو ولذلك يا أخوان إذن تيرد أنا مالتو إذن إيمان إذن بحق انت دعاب لب انت دعاتو يسنع العجائب ولهذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبتي بداية الدعوة خلو بزوح عزيا وريدوهم بزوح سبيرهم حد أوان نبي رسول عليه الصلاة والسلام مجيئهم زي أبو رواية البخاري دلوا انتهي لهم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة أبتتقى كعبة نتسألهم تخدينا من النبي صلى الله عليه وسلم كوفي لهم كله مجيئهم إلهم ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا دعا دي تقبرنا تشجرنا تتأقمنا هاي لهم نرسول عليه الصلاة والسلام انتهي لهم من النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من كان قبلكم لهم قدميكم زنبورو كابتهم إيمان زنبورهم إيمان مسعاتهم أمو تختلتني أنبياء مسكونو سني فيحفر له حفرة في الأرض نتم دعامونو قرقادي كعات اللهم نيرو فيجعل فيه فيجاء بالمنشار أبوتهم بمغاز غيرهم أبكلتهي مقلوهم نيرهم وما يسده عن دينه كاب دينو جن دملس اين برن الهمم النبي عليه الصلاه والسلام اذا انت ايمانتي ايمان بحق انت دعاتي كل اقرا انت دعاء خوينو زتالل نغرات كمزن كمزن عليك طرحزي اغدفات تبهلك اي تدليون يخا كمزي جللو جل علماء تاريخ حق يكون نبلو لكن اهل اهل التاريخ بزح غزي يذكروا ني حذيفه ابن اليمان مشيلهم سيدنا عمر كل بحقي نحزيفة سني جنبارك سعمله أنا دماني يسعمه قدام أيلوم سعممه أنت أيجرو لأن الإيمان يصنع العجائب مستتحازو مستمارهو أبزيتي أتي ومنتهم قل قل سحبا مالتيو نحزيفة دما مرح سلزخون أنت أيلو نعخون كمزخ قبرك وي دماني تملس كابزدين كايلو لا إلو يملسني إلو بزح إقرأت قيروا له ملك ناتي كبكاء ناتي شركة كوني خا خمسة قبره لا إلو بل أبزا زي تزي أمس أم أتوه أخميلو كأتوه وسدوه أخميلو مسوه سدوه نبيعه حجي بل يبكي له من ألباش تملي سخي كون إلوم نجيرو منتي حلافيهم نعبل إلو أنت خوين كاتبكي على خيلو فريح كادي خاتملس تخيلو لا إلو أنا دوجهن دول إلو تنفسي حنت بمخانا إلو لو عسرت نفسي نيروني تزخون كل انت زعات واسني كند من تاي جنة مروخو كونيرة نسي يزبك نزل إلوه تجرمو لأنه كاب عقلنا العل خوي نزق دايزي إلوه بل نتأخب لك إلوه بس حنت قد يلا نساقبر إلوه تاقبر إلوه جنباري سعمني نتأخب لك إلوه إلوه يسع مكان إلوه إلا توم كلهم أسرات انت لا تصدهم كوين كايلوه حراي لو بل يبلخا اي سعمون ب ب ب ب بمنتاي بمنكسو غيرو يتنكفو يلوم تمليسو نسينا عمر مس نغروم يحق على كل مسلم ان يقبل حذيفه يلو انا اقبله يلو عمر الخطاب قبل راسه اذا انت يري كمالتي الايمان يا اخوان انت دا بحقي ابلب انت داعاتي يعني يسنع العجائب ولذلك يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كل زي عجائب تسرحوا زنبورو انتهي انت دائلك فرق ناتنان ناتومن مسألة الإيمان سبكون دفالالي مسألة نيقولو بكوي نحن دمان بزيادة كنستبه للو زلنا نيلبت راحيو ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه انتهي بل قال سبات هلو بحان سبا مسجد سقدو بحان تسفي سقدو لكن فرقهم أبقى مربي درجاناتهم بين السماء والأرض أبحانت الناس يقولوا قلوا مسألة من تيتفال اليوم قالوا مسألة الخشوع والخضوع واشا أبي أتفال اليوم أبلب مالتي وإلا تاركع تسجد كل بحد يمجيروا ما دلوا اختلفت في القلوب ولذلك مسألة ناي قلوب إذي إنا بزيادة اهتمام كن قبر اللو زلنا ولهذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبتي بداية الدعوة
أهل يثرب دك مدينة حدوان تأكيبهم تزراريبهم انتهيلهم إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطردوا في الجبال لهم أب مكة قبوتات هبتن هبتن كبلو سني رسول كساب معاسي تباهلهم دك مدينة شوف إيمان مسأتوه انتهيل أمه نقبر كمت أن لو نبانا يمسع مسانا يخون نحلوه تباهلهم حجي مس رسول عليه الصلاة والسلام موعد جيرهم طبعا بحديث صحيح حلوزي موعد جيرهم أبجيزي حج خون كله مستي أجايش دي فلوت قلو أب حنتي شعب دي تبهالة بوتا أب أنا الرخب تبهيلهم سبعة دخونوا سبات متيهم بب حدا دات كي فلوت أمالتهم تأكيبهم متيهم حجي تأكيبهم مسموتو يا رسول الله لما كساب معس كن قد فكا نحنا دماني لما متينا دلنا مساخة مبايع أخن قبر حجي مبايع أخن قبر مسولهم النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم تبايعوني على السمع والطاعة لهم بقى مبايعة خينا سمع والطاعة في النشاط والكسل تاكي كايخون دخيم كايخون مس حيل خهلو تا مبايعة تبهال دلا أب كل جزية تفتس إماء لو مس كمزي كون كنت تبهال الله يلان في المنشط والمكره والنفقة في العسر واليسر أب كل دما النفقة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقول في الله لا تخاف في الله لوم تلائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذ كل مسولهم فقمنا إليه فبايعناه إذ مسولوا حفلنا مبايع أخن قبر دلينا وأخذ بيده أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة إدنا رسول حيزوا حجي وهو أصغرهم دنا شيء نيرو شوف الإيمان فقال رويدا يا أهل يثرب لهم تنحو كل إلى من هذا له رسول مبايع أحد قبر دليهم لهم حسب تنحي لهم فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن زخلو قمل تسقلنا كان مدينة كساب مكان كساب نمتسك اللي المنقدي كنا نمتسينا رسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله مخانو آمنا إنا متئنا دلنا وإن إخراجه اليوم حرائلكم حجي مبايعة قبرواز لكم مس رسول عليه الصلاة والسلام دحان متأنا بري كنكال خلال كائنا مالتكم إلوم مفارقة العرب كافا إلوم عرب كلهم كم دواقوهم كتفلت لكم دح الرسول نباهم كيدهم كل تسأل إدما مسمين يخون نباهم يخون وأنت عدكم السيوف كل سيف نباهم يكوجه فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله حرائلكم تدازي أتقبلكم ما صبرن تدأ تقبر خيكم وأجر لكم وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم فبينوا ذلك تدأ فرح لاتكم كينا قلت بحن قوسي وأموين خلالنا تبل تدأ لاتكم كينا إدكم مسرسل كي يقمتكم إذي أحسبوا لأيكم إلوهم مالتهم فهو عذر لكم عند الله مخنياتو سبحان قوك المربي مخنياتك تكونكم انتهي لما شوف إذي قدائي إذي فلت له فعلا دما خمس زبولو دما مع انه اصغرهم شوف انتي كم دمت عقيبه نايز امور زي فليتو مالتهم انتي لهم امت عنا يا اسعد لهم بجخا قد ادكال غسلنا لهم ادنا رسول الله يدخل عنا لهم فوالله لا ندع هذه البيعه ابدا ولا نسلبها ابدا اذا ادنا رسول لو معلت والله دي نقدفا مبايعه خن اتوينا دبلنا دماني ابتبارك نوعو لنا لنا كلاتهم بسبعهم تاجيرهم مالتهم مبايع عجيرهم مسرسل عليه الصلاة والسلام إذا نزنت إذا زرد أنا مالتي الشاهد أن هذا الذي تحملوه وبذلوه إنما فعلوه بدافع الإيمان إذا كل ذي أمس يود الله انتهى أبزي دبصحهم انت دعينا يا أخوان هو مسألة الإيمان مالتي إذا قدينا إيمان يا أخوان بزيادة يعني أقالوا بهن قبر الزلنا بزيادة كل جزي بينك وبين الله نفسها كبخان العلي زفلت أيلن مالتيه والحد أيلن إذن بينك وبين الله محاسبة يا أخوان بيننا وبين الله علاقة ناتنا خميكم دلوا كل جزي كن رئاز لنا من تكتكون الله أب إيمان كتكون الله
ንዓይና ክንርኢ ደለና ይኣኸ ወላ እገለስኒ ተሸጊሩ ኣሎ ወላ ሓግዝዎ ገለ መለታት ሕጂ የዋፅእ ኣሎ ሰብ ንስኻ ኣዋፂኻ ወይ ድማ ካብቲ ከተዋፅኦ ዝግባአካ ንሽተ ኢኻ ዋፂኻ ዘለኻ ሕጂ መስኣላ ምንታይ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ መስኣላ ናይ ኢማን እያ ማለት እዩ ሕብ ኣዱንያ ኢሳር ኣሎ ድዩ ኢሳር የለን ድዩ ኣብበከር ስዲቅ ኣውፅኡ ምስ ተባሃለ ሰይድና ዑመር እንታይ ገይሩ ወላ ኣነ ክቐድሞ የ ሰይድና ኣብበከር ኢሉ ክንደይ ሒዙ መፅ እዩ ፍርቂ ሒዙ መፅ እዩ ፍርቂ ማለ ሰይድና ኣብበከር ከኒ ብኩላ እንታይ ኢሉ ተረክቱ ለሁም ኣላሁ ወረሱሉ ጠብዓ እዚ ዛንታ እዚ ብዙሕ ዑለማ ይዛረብሉ እዮም ማለት እዩ እንተ ደኣ ሰሒሕ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ኣብበከር ረዲየላሁ ዓንሁ ኣርዳ ካብቶም ትጃራ ዝነበርዎ እዩ ሃል ኩሉ ሰብ ከኒ ሙሉእ ክህብ ይኽእል ዶ ይክእልን ላኪን መስኣላ ምንታይ እያ ትምለሳ መጨረሻ እንተ ደኣ ኢልና መስኣላ ናይ ኢማን እያ ትምለስ ማለት እዩ ጠብዓ ኩላ ግዜ ኣገዳሲ ዝኾነ ደርስታት ሒዝና ንመፅእ ከምዚ ዶክተር ብያን ከይህሉ ከሎ እቲ መውዱዕ ዓብዪ ይኸውን እዛ መውዱዕ እዚኣ ሒዝና ዘለና ብዙሕ ጨናፍር ብዙሕ ክንዛረበሉ ከምኡ ድማ ረብልዓለሚን ክውፍቀና ሰሚዕና ካብቶም ኣብ ተግባር ዘውዕልዎ ክንዛረበሉ ዝግባእ ብዙሕ ነገር ኣሎ ላኪን እንታይ ክንብል ንደሊ ኩላሳ ማለት እዩ እቲ ወቕት ኣየስዕፈናን እዩ ረብልዓለሚን ምን ኣህሊ ልኢማን ክገብረካ ከሎ ረብልዓለሚን ምን ኣህሊ ሰላት ክገብረካ ከሎ እዚ ዓብዪ ፀጋ ዓብዪ ኒዕማ ምዃኑ ይኣኽዋን ማነቕፋል ኣሕያን እንታይ ኣለና ንሕና ኢሉ ሰብ ነታ ነፍሱ እንታይ ይገብራ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዖ ወላ ኣንተ ኣቕና እንሳን ትዝሃፍተመሰብ መን እዩ እንተደ ኢልካ ኢማን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ወሊዛሊክ ሱረት ልዓስር በይና እያ ዋዲሓ ማለት እዩ ኻስር ድበሃል ሰብ ኢማን ዘይብሉ እዩ ኢማን ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ኸሳራ የብሉን ማለት እዩ ወሊዛሊክ ሙእሚን ዓጂብ እዩ ሓታ ሓደ እዋን ሰይድና ኣብ ሁረይራ ስኒ ንረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምስ ረአይዎም ሕቢ ኢሎም ከይዶም ከይዱ ርሒቁ ማለት እዩ ድሕሪ ክንደይ መፅኡ ያ ረሱላ ሰላሙ ዓለይኩም ኢሎም ኣባ ሁረይራ ኢሎሞ እንታይ ደኣ ኮይንካ ኢሎሞ ምስ ረአኻኒ ተሃዲምካ ኢሎሞ ወላሂ ያ ረሱላላ ኢልዎም ጀናባ ነይረ ወይ ድማ ነጃሳ ነይረ ከምኣ ኢልዎም ብለፍስ ኣብ ነጃሳ ነይረ ሞኒ ብጠሃራይ ከለኹ ብደይ ጠሃራ ከይቀርበኩም ኢለ እየ ከይደ ተሓፂበ ውዱእ ገይረ መፅአ ኢልዎም ስብሓንላህ ኢሎሞ ስብሓንላህ ኢሎም ኣነቢ ዓለይ ሰላት ወሰላም ኣልሙእሚን ላ ዩንጁስ ኢሎሞ ሙእሚን ኣምርሁ ዓጂብ ዓጀበን ሊኣምሪ ልሙእሚን ምሽ ኢሎም ድገርም ኮይ ናይ ሙእሚን ነገር ኢሎም ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ወሊዛሊክ ኣኽዋን ንሕና ዘለናዮ ኣብ ኢማን ክንህሉ ከለና እዚ ዓብዪ ኒዕማ እዩ ኩላሳ ኣኽር እንታይ ክብል ደሊ ዮውም ልቅያማ ክኸውን ከሎ ሓዲስ ዓዚም ጠብዓ ኣብ ሪዋየት ሙስሊም ኣሎ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም እንታይ ኢሎም ሓታ ኢዛ ኸለሰ ልሙእሚኑን ምና ናር ፈወለذ ነፍሲ ብየድህ ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يوم القيامة مسكوني سب جهنم جهنم مسأته سب جنة جنة مسأته سني عجيب تم مؤمنين زخونو يناشدون الله ካትዑ ምስ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ካብ ሙእሚኒን ንላዕሊ ክትዕ ዘካየድ ስኒ የለን ምስ ረቢ ኢሎም እንታይ ይብሉ ማለት እዮም ረበና ይብሉ ካኑ እኽዋኑና ይብሉ እኽዋኑና ኣሕዋትና ኣለዉ ጀና ኣቲና ንሕና ጀና ዘይረአናዮም ኣለና ረበና እኽዋኑና ካኑ የስሙና ማዓና ወይሰሉን ወየሕጁን ምሳና ሰግዱ ነይሮም ሎሚ ግን ዝኑብ ናቶም በዚሑ ኣብ ጀሃንም ኣትዮም ኣለዉ ያ ረቢ ኢሎም ስኒ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ይካትዑ ፈይቃሉ ለሁም ኣኽርጁ መን ዓረፍቱም በሉ ኺዱ ኢኹም ካብ ሓዊ ጀሃንም ትፈልጥዎም ዝኾንኩም ኣውፅእዎም ይብል ማለት እዩ እንታይ ይብል ፈትሕረሙ ስወርሁም ዓላ ናር ፈይኽርጁና ኸልቀን ከثር ከይዶም ንዕመይ በሉ ምሳናት ሰጉድ ነበርኩም ውፁ ተባሂልኩም ኢኹም ዳበሉ የውፅኡ ኢሎም ኸልቅ ከثር እዚ ክበሃል ዘይከኣል ህዝቢ ይወፁ ኢሎም ኣነቢ ዓለይ ሰላት ወሰላም ዳሕራይ ይመፁ ናብ ረቢ ይብልዎ ያ ረቢ ይብሉ ማ በቂየ ኣሓዱን ምመን ኣመርተና እቶም ድበልካና ኣውፅዎም ሰገድትን ፀወምትን ዝበልካና አልሓምዱልላህ ኣውፂናዮም ወፂኦም እዮም ይብሉ ማለት እዮም በሉ ይብሎም ኣላሁ ስብሓን ወተዓላ ኪዱ ድማ ንሕጂ ፈይቃል መን ካነ ፊ ቀልቢሂ ምስቃላ ዲናርን ምን ኸይር ፈኣኽርጁሁ
ትንሽ ዲናር ተአክል ድነበረቶ ኢማን ድማኒ አውጽዎ ይባል ማለት ነው ከይዶም ድማኒ ይውጽዎ ፍኒሃያን ታይብል ማን ካነ ፊ ቀልቢሂ ذره من الايمان ንሽ ተኢማን ድነበረቱ ኪዱ አውጽዎ ይባል ማለት ነው ከይዶም ይውጽዎ ላኪን ኒሃያ አጂባ ዝሆነት ሐዲስ ንታይብል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهو ارحم الراحمين شفعت الملائكه ይብል وشفع الانبياء وشفع المؤمنون وبقي ارحم الراحمين ابن دماني فيخرج من النار ثلاث حثيات من حثيات ربي الله اكبر يعني ترسي عم زنبورو لكن ايمان يشتهي زنبورتهم اذا اتهم دماني الله عز وجل دماني يخرجهم بفضل الايمان مالتي ولذلك ايمان مساله الايمان عبي قدايو نسال الله عز وجل ان يوفقنا للايمان وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد ۖ